مهم جدا، وهناخد من اللائحه ديت يا ابرز ما فيها ان ازاي اللائحه ديت بتضمن مستقبل النادي الاهلي على خاصه المستوى الاستثماري. احنا بنتكلم دايما، حضرتك عارف ان خلاص الرياضه وخاصه كره القدم بقت نوع كبير من الانفستمنت، واللي معاه فلوس والشغل الانفستمنت والاستثمار موجود بشكل كبير في النادي الاهلي او في الكوره بشكل عام. ايه اللي يضمن من خلال اللائحه ديت، ايه اللي يضمن مستقبل النادي الاهلي على مستوى الاستثمار؟ اللي يضمن كان في بند يعني اثرنا كمجلس على وجوده، وفي نفس الوقت الحمد لله تمت الموافقه عليه من جماعه يوميه، ان هي اي شركه مساهمه، لان القانون الجديد سمح بان الانديه تعمل شركات يعني. فلازم يكون 51% من ملكيه اسهم الشركه للنادي الاهلي. وده اللي خلانا بعد كده اللي هو مؤخرا بنفكر اللي هي بدا بقى التفكير الجدي، ثلاث هو شركات. كابتن محمود الخطيب عرض من جلستين، الجلسه اللي فاتت عرض اللي هو المقترح بقى بتاع دراسه وانشاء الشركات، بحيث في ثلاث لجان اتعملوا، لجنه لشركه كره القدم، لجنه للاستاد، حضرتك عضو فيها، للاستاد، ولجنه لشركه السياحه، بحيث ان دي برضه تبقى نواه. هي اللجان دي لدراسه ومحطوط بنود كورق عمل ليها، يعني زي كره القدم ما يتعلق بالاكاديميات والرعايه والبث، كل ما يخص كل من كل النواحي، من كل ما تخيل يعني، واي تطور هيحصل سواء داخل مصر او خارج مصر، تمويل، كل حاجه. الدراسات بتنتهي، كابتن محمود الخطيب طالب قبل في 1/12 ان شاء الله كل اللجنه تكون انتهت من عملها، بحيث تقدم المقترحات الكامله لمجلس الاداره. طبعا الكلام ده بيساعدنا فيه قامه موجودين من ابناء النادي الاهلي العظام، يعني في المشار محمود فهمي، الدكتور سعد شلبي استاذ التسويق، الدكتور فاروق العوضه هيكون داخل فيه، يعني كل من قامات محبي النادي الاهلي اللي بيشاركوا بخبراتهم، كل واحد في مجاله مع شغلنا كاعضاء مجلس الاداره كمان. فده التفكير اللي هو حتى يعني التسميه بتاعتها رؤيه 2050، الفيجن بتاع النادي الاهلي ل 2050، شايف النادي الاهلي يروح على فين. وده طبعا التفكير المنطقي اللي هو يواكب رياده وقيمه النادي الاهلي.